أكد محافظ الأنبار علي فرحان أن المحافظة تسعى لتوفير فرص عمل ودرجات وظيفية لكل أبنائها العاطلين عن العمل. وأوضح فرحان أيضا أثناء افتتاح بناية مديرية زراعة الأنبار بعد إعادة تأهيلها أن هنالك اهتماما كبيرا بضرورة الارتقاء بالواقع الزراعي ووضع الخطط الزراعية للمرحلة المقبلة، وأيضا التأكيد على ضرورة تقديم الدعم للمزارعين بغية دعم الاقتصاد المحلي، وأيضا توفير فرص عمل مناسبة للعاطلين. عندما اتحدث عن المؤسسات البلديه رقم 30 مليار يوصل المحافظه. 30 مليار يوصل المحافظه ويروح الى ابناء المحافظه، هذا رقم بالنسبه لنا كبير جدا. هو يعني مو متحسفين به، بس بالعكس احنا نريد نسوي لابنائنا بناتنا فرص عمل. لن نبخل وما راح نبخل، وراح نستمر من اللي ما وصلهم يعني بعد ما قدر يحصلون على عقد او وظيفه، ان شاء الله راح نظل مستمرين انا واخوانكم في الدوائر الخدميه. عدد كبير من فرص استثمرناها وان شاء الله سنستثمر الاخرين، واهم مع ذلك احنا نامل ان شاء الله البلد يمر بمراحل متطوره. هاي الحكومه اعتقد حكومه واحده من اهدافها هو تفعيل النشاط الاقتصادي البلد بشكل عام.